أهلا بكم. لقد تم تجاوز الخط الأحمر، هكذا كانت ببساطة رؤية إدارة بايدن للهجوم بالمسير على موقع عسكري بالأردن، والذي أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة نحو 34 آخرين. فمع سقوط قتلى أمريكيين، يجد رئيس الولايات المتحدة نفسه مضطرا للرد بقوة على الهجمات التي تستهدف قواته منذ أشهر، لكن تظل طبيعة الرد وحدته غير واضحة حتى الآن. علقت صحيفة نيويورك تايمز على الهجوم على موقع البرج 22 في شمال الأردن، وقالت إن هذا هو اليوم الذي كان يخشاه رئيس بايدن وفريقه منذ أكثر من 3 أشهر، عندما تتحول الهجمات الضعيفة نسبيا من قبل الجماعات المسلحة على القوات الأمريكية إلى أخرى أكثر دموية وتزيد من الضغوط على الرئيس للرد. وأشارت الصحيفة إلى أن استجابة بايدن لأكثر من 150 هجوم من قبل الجماعات المسلحة على القوات الأمريكية منذ 7 أكتوبر كانت حذرة، فتجاهل بشكل أساسي الأغلبية التي تم اعتراضها بنجاح أو لم تحدث ضررا كبيرا، بينما أمر بتوجيه ضربات تستهدف أمر عفوا بتوجيه ضربات تستهدف بشكل أساسي المباني والأسلحة والبنية التحتية بعدما أصبحت الهجمات أكثر شدة، لا سيما ضد الحوثيين في اليمن. إلا أن سقوط قتلى أمريكيين سيتطلب مستوى مختلف بالطبع من الرد، وذلك بحسب ما قال المسؤولون الأمريكيون، وهو ما أجمع عليه مستشار رئيس في مشورتهم له بعد هجوم أمس الأحد. لكن ما يظل غير واضح هو ما إذا كان بايدن سيأمر بتوجيه ضربات داخل إيران نفسها كما يحس خصومه الجمهوريين الذين يقولون إنه من الجبن عدم فعل ذلك. ونقلت نيويورك تايمز عن معهد الشرق الأوسط الأمريكي إن السؤال الذي يواجه بايدن هو ما إذا كان يريد أن يرد على الأحداث في المنطقة أم إنه يريد إرسال رسالة أكبر في محاولة استعادة قدر من الردع لم تشهده المنطقة منذ أشهر. أعرب أيضا المعهد في ورقة بحثية عن ثقته بأنه يجرى العمل على استجابة ليست بالقوة الشديدة التي يمكن أن تثير معها حربا شاملة أو شديدة الضعف بما يمكن أن يطيل أمد الصراع، ولكنهم يبحثون عن شيء يبدو صحيحا فقط على حد قوله. وفي تقرير سابق لها هذا الشهر قالت صحيفة نيويورك تايمز إن البيت الأبيض يشعر بالقلق من الوصول إلى نقطة تحول في ظل المواجهة بين الولايات المتحدة والجماعات المسلحة في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن تزايد عدد الهجمات على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط بيزيد خطر الوفيات، وهو خط أحمر يمكن أن يؤدي تجاوزه إلى حرب أوسع. أيضا من جانبها قالت شبكة CNN الأمريكية أن بايدن يخاطر بتعميق الصراع في الشرق الأوسط في ظل ضغوط من أجل الرد على مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 34 آخرين في هجوم على موقع عسكري بالأردن مساء الأحد. وأشارت الشبكة في تقرير على موقعها الإلكتروني إلى أن مقتل الجنود الأمريكيين في هجوم بمسيرة قد دفع الولايات المتحدة إلى عمق الصراع في المنطقة، وزاد من الضرورة الملحة لجهود تأمين إطلاق سراح الأسرى في غزة مقابل وقف طويل الأمد للحرب في القطاع. ورأت CNN أن تضافر الأحداث المتشابكة ما بين محادثات هامة بشأن الأسرى في فرنسا كانت تجرى في نفس الوقت الذي تعامل فيه المسؤولين الأمريكيين مع مقتل القوات في الأردن، وأضيف إلى واحدة من أكثر اللحظات المشحونة منذ هجوم 7 أكتوبر. أما الآن فإن القادة في واشنطن والشرق الأوسط يبحثون خيارات يمكن أن تحدث أو تحدث تحولا كبيرا في الموقف، فيما أصبحت آلاف من الأرواح ومستقبل المنطقة معلقا. وقالت CNN إن رئيس بايدن الذي تعهد بالرد على هجمات الدونز في توقيت وبطريقة ما اختيار أمريكا يواجه قرار حول حجم الرد الأمريكي والذي سيكون له تداعيات في كل من المنطقة وأيضا داخل أمريكا مع دخول بايدن معركة صعبة لإعادة انتخابه. دي كانت كل التفاصيل لدينا، بشكركم مشاهدينا، شكرا جزيلا على المتابعة، كنت معكم أنا من هيحيى وإلى اللقاء.